في وسط الاحداث كده وللتوثيق قبل الحلقه بس، فمن يومين كده دهس شاب مسيحي اسمه نتانيال عيله مسلمه في كندا بعربيته، وهم كانوا واقفين في امان الله كده على الرصيف، قتلهم قتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد، والخبر كالعاده هش مر مرور الكرام، ولا اتقال ده ارهاب، ولا اتعملت مؤتمرات شجب وند، ولا جنازات رؤساء بقى، ولا تضامن، ولا اي نيله، عشان تبقوا عارفين بس الميديا ممكن تطلع ايه السما وتخسف بايه الارض. وفي نفس الوقت يا مؤمن يا شاء السميع العليم ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ياخد قلم عباسي بعد العجرفه اللي ساقها علينا بعدم اعتذاره عن نشر الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام. بس القلم كان حلو قوي. خبر ماكرون بقى كان ليه علاقه بانه من يهن الله فما له من مكرم، وخبر العيله المسلمه في كندا ليه علاقه باو من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، والاثنين برضو ليهم علاقه بالسبع العجاف اللي هم موضوع حلقتنا النهارده. انا مش شيخ والله، بس مصطلحات القرآن عبقرية كده وبتوصف عمق العمق من جوه. فيلا بينا بقى على الحكاية ولا ايه؟ طب يلا بينا. زي اول امبارح وتحديدا 8 يونيو 2021، يكمل السيسي 7 سنين في انقلابه العسكري وحكم ام الدنيا بالحديد والنار. يعني يوم 8 يونيو 2014 من 7 سنين كان السيسي بيستلم حكم اكبر دولة عربية من حيث السكان، وانا الحقيقة سعيد جدا ان انا عشت هذه الحقبة من تاريخ مصر، وان ربنا سبحانه وتعالى استخدمني للي هتشوفوه دلوقتي. ومصر اللي في التلفزيون، مصر اللي في التلفزيون سعيد قوي بصراحة بحكم العسكر، وبتقول على لسان الناس اللي بنشوفهم برضو في التلفزيون الآتي ذكره. تعيش يا ريس يا رئيسنا، واحنا معاك مدقسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضرتك طيب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمين الدستورية 7 سنوات من حجم إنجازات هائل وغير مسبوق. في قصر القبة الرئاسي قبل 7 سنوات تعهد الرئيس السيسي ببناء مصر الجديدة لتمر السنوات ونرى تلك التعهدات على أرض الواقع. أهلا بك سيادة الفريق، 7 سنوات على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لكم جمهورية مصر العربية، 7 سنوات من العمل والإنجاز. النهاردة بيمر على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 سنوات، وأنا في الحقيقة كان لدي أكثر من خيار أن أبدأ في الكلام والحديث عن إنجازات سيد الرئيس خلال حلقات هذا الأسبوع. الرئيس السيسي اللي جلى وفجت ريحة من الجنة. والله زي ما سمعتوا كده، لا وغيرهم كمان على كل المنصات. الشمطاء فريدة الشباشي، السيسي استلم مصر خرابة وحولها الى قصر، بس ما قالتش هي انهي قصر فيهم، اللي في المعمورة ابو 125 مليون، ولا اللي في العالمين ابو 300 مليون، ولا حتى اللي في الهيك ستيب وتحتيه اصفار كتير. باقي الناس بتنسى بقى المذيع الحيزبون لميس الحديد. نحن امام بلد تغيرت بشكل كامل، بس ما قالتش برضو تغيرت لايه ولصالح. هل تقصد العاصمة الإدارية الجديدة بتاعت لواءات الجيش والشرطة، ولا ال5000 فدان اللي قصاد العاصمة اللي الدولة اديتهم لهشام طلعت مصطفى بتراب الفلوس عشان يعمل فيهم مدينة نور للكبار برضو، بعد ما طلعوه من السجن بعفو رئاسي وهو لابس قضية قتل سوزان تميم مع سبق الإصرار والترصد، ده في عز ما شباب مصر واخدين مؤبدات بعشرات الآلاف علشان كتبوا بس بوست على الفيسبوك، ولا الطهري اللي بيقول إنجازات السيسي مش بس إنجازات ولكنها معجزة بكل المقاييس وبرضه من غير تفاصيل. يعني الراجل اللي قال ان الدين العام لمصر في ال7 سنين اللي فاتوا اكتر من الدين العام لمصر في ال50 سنة اللي فاتوا كلهم، ولا قال برضه معدل الفقر والبطالة اللي اتضاعف برضه مثلا. احنا ما نعرفش تحديدا الراجل كان يقصد ايه، ولا يمكن عشان هو الطهري و7 سنين فيوم احمد طهري رش الملح 7 مرات. عم عبد الله من الناس راضيه وساكته اهي يا عم، عامل لي فيها انت قطوطه فلاحيس وليه بقى؟ ما تحط لسانك جوه بقك وتسكت يا مولانا. حبيبي يا عصام الاعلام يا حبيبي اللي اشتريته مخابرات العسكر بالكامل حتى مواقع الانترنت بتاعته، هو اللي ساكت يا نجم النجوم. اما الناس فالناس بتصرخ يا حبيبي ومشويه ومتقلبه من تحت، بس صوتهم هو اللي مش واصل. ايها الساده، نحن امام اكبر كذبه عصريه اونلاين ممكن تقنعك بعكس الواقع وتقلب لك الباطل حق والحق باطل. الفيديو اللي جاي ده لناس لا هم اخوان ولا حتى حزب كنبه ولا ليهم دعوه بحاجه. اللي هتشوفوه دلوقتي ايها الساده لناس
الناس انتخبت الزعيم القائد برغبتها وبإرادتها وباعترافها. انتخب السيسي عشان يموت الذلة يفرع كده فرعي مين تعال شبنا على عيننا. والله ما نلحق والله ما نلحق والله ما نلحق. احنا تبع الشباب احنا تبع السيسي مع الثورة عدوه عدوه بتاعنا موتونا اطلعوا صور السيسي عندنا في كل حين. احنا انتخبنا السيسي موتنا موت حيانا. ابني عامل شعر للسيسي طالب في تانية ثانوي ومات وهو ابوه جنبي منه يرضي مين؟ يموت ابني ليه ويقول له امشي وسيبه؟ واحدة نزلت 30/6 واحدة نزلت صوتت السيسي وقلت له انت يا سيسي رئيسي. انا من الناس اللي انتخبت السيسي وعاوز 100 جزمة اتضرب عليها ان انا انتخبت. اللي شفتوه ده بقى جزء صغير من ملف كامل اتجمع واتحط لكم في لينك هتلاقوه في الملف للي انتخبوا وسندوا وايدوا. للناس اللي شافت الدم والظلم وقالت طالما بعيد عن بيتي خلاص. ايوه عن بيتي. كنت بقول انا في قصيدة انتفض في 2014 والاغبياء يهللون ويرقصون لعلهم وجدوا لعلتهم شفاء. ظنوا بان الداء قد يحنو على المرضى ويمنحهم دواء. يتعشمون بان من خان الامانة يرتجى منه الوفاء. عين البلاء. فلمن استقبلوه وظنوا انه عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فاذا بهم امام 7 سنين عجاف يأكلن ما لم يقدموا له. وفي سورة الاحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. لما شافوا السحب والغيوم قالوا بس ده مطر شايل لنا الخير كله. عشان يجي بعدها الجواب من رب العالمين. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ملف كامل ايها السادة لمعاناة شعب السيسي بس دونا عن بقية المصريين. هتلاقوه تحت هنا في المصادر وكمان على الواتس بتاعنا لو طلبتوه. اسمعوا وشوفوا بعينيكم وحملوه وانشروه بين الناس. وارفعوا راسكم بقى كده ان انتوا كنتوا فاهمين الليلة من البداية ورافضين وان ظنكم مخافش. وان اللي سموا الفهمانين خرفان هم اللي طلعوا معيز وهم اللي دفعوا الثمن في زريبة العصر. الله ده انت فهمتان بقى يا مولاني. هي دي اخلاق الاخوان يا دي عصام اللي كنت بقولك عليه. ومين بس اللي يشمت في شعبه واهله وناسه وعم بيه؟ ده منطقتي اللي عشت وتربيت فيها عمري كله في اسكندرية هتتهجر خلاص زي حي الشيخ جراح اللي في فلسطين. بلدي هتتباد وهيرموا اهلها في مساكن شعبية الله وحده اللي عالم بيها يا عمنا. بس الفرق ان اللي هياخد ارض الشيخ جراح صهاينة محتلين. واللي هياخد ارض انا بقى وارض الناس الغلابة دول واحد لابس وطني وبيقول تحيا مصر. عبودة مصر دلوقتي بتتقدم واحسن من الاول وكلهم يا عم بيقولوا كده. هم مين كلهم دول يا عصام؟ اللي في التلفزيون يا مولانا. بقولك جات في التلفزيون. طيب انا وانت عالشاشة دلوقتي اهو بقى. هنا تلفزيون احنا كمان. عندنا بقى اعلانات عاوزين نبيعها ولا عندنا اشرف بيه قاعد ورا الكاميرا يقول لنا نقول ايه وما نقولش ايه؟ فارجع انت بقى للملف اللي انا وريته لك وهتلاقي حضرتك ما لذ وطاب. ملف ايه ده يا مولانا اللي بتتكلم عليه؟ ده الملف اللي انا عامل الحلقه دي كلها علشان انشره بين الناس يا عم المنطقه. السبع العجاب. الملف مش بس اول قايمه اللي فيها سيساويه بيصرخوا ده ملف متعوب عليه قوي والله. اقتصاد وتعليم وبطاله وغيره وغيره هتجد ما يسر. لازم الملف ده يكون عند كل مصري بل وعربي كمان. عشان لو حضرتك عايز تعرف مصر كانت فين وبقت فين افتح الملف وانت هتعرف. انسى انت بقى لميس واشتغالاتها وعمرو وافتكاساته. وانسى كمان السيسي وانجازاته وانسان انا كمان. افتح الملف وشوف ومتع نظر. الاعلام ممكن يعمل لك من الفسيخ شربات ويقنعك ان انت عايش في قلب سويسرا وانت اصلا قاعد وسط الخراب. هيركب لك كام لمبه في ميدان التحرير ويقول لك شوف قبل التطوير وبعد. فتقتنع انت فعلا ان مصر الساعه 12 الظهر غير مصر الساعه 8:37 دقيقه مساء. هيرمي لك شكارتين اسمنت على جناب الترع ويقول لك ان احنا بقينا احسن من هولندا البلد. اوروبا بذات نفسها عاوزه تقلدنا ومش عارفه. هتبقى مش لاقي اللقمه وتقرا اننا بننقل تجربتنا الاقتصاديه المثاليه للدول المجاوره عصام. هتشوف انت صوره العفويه كل يوم والتاني وهو يا حرام واقف مع مواطن كده معدي بالصدفه غلبان. وقال ايه الراجل بقى بيحقق له كل احلامه. ولا انت
دريان بالمخرج ولا السكريبت اللي متجهز ومدفوع له من فلوسك وعلى قفاك. عاوز تعرف الحقيقه سيبك مني، عشان انا اخواني داعشي ومتمول من قطر ومن تركيا. وانسى كمان الاله الاعلاميه اللي شغاله عليك ليل ونهار. وشوف انت حالك بعد السبع سنين واحكم. ممكن تطمني على جيبك لو سمحت؟ يعني جيبي ده لو اصحاب الكهف جاوبوك يا مولاني فجيبي ممكن يرد السؤال. يعني جيبي اخر جنيه سافه كان في حقبه الثمانينات وكانت حواله بريديه جايالي بالغلط، ردته الدولة 21 جنيه بمصاريف الصحن والانتقالات. تسيبك انت عمنا من صور الابراج والعاصمة اللي بيقدموها لك على انها انجازات، لان دي كل ده مش ليك ولا عمر رجلك هتخطيها. دي للسادة اللواءات واصحابهم بتوع الملايين. فاكر انت عصام كنت بقول لك ايه على حقبة عبد الناصر اللي بتتكرر دلوقتي بكل بلاويتك؟ رطمت رأسي ارجو فقد ذاكرتي فعاد لي ذكريات كنت ناسيها. عبد الناصر هو اللي بنى مدينة نصر وقدمها للناس على انها اكبر انجازات الدولة، وفي الاخر طلع كل سكانها لواءات، وحتى المدنيين اللي سكنوها بعد كده طلعوا شاريينها من البشوات. عبد الحكيم عامر اللي امه ماتت بسبب عربية جيش دهسها بيها عسكري، طلعت كان فلوس العربية دي من شقة اتباعت في مدينة نصر. اللي بيجي من حرام بيروح حرام يا عمنا. هو فين اكتر من جيشك يتهزم ثلاث مرات والاعلام يقنعك ان انت منتصر، لدرجة انه خلاك تنزل تهتف لناصر في الشارع وتمشي ورا الجموع وتقول له بلحه بلحه لا تتنحى. لا يا عم السخ اتجي، لا عبد الناصر ما كانش بلحه وانت عارف كده كويس. تقدر انت تقول لي مين هو بلحه؟ محمد عبد السميع. بلحه بيتقال عليه دلوقتي عزيز مصر محمد عبد السميع. السبع بقرات العجاف اللي في الايه اللي قبلها بقوا هم دلوقتي عزيز مصر في الايه الثانيه محمد عبد السميع. لو المعيز كمان عاملين له هاشتاج شكرا يا ريس بمناسبه مرور سبع سنوات على حكمه الكئيب محمد عبد السميع. معايا انت عصام ولا هتضم مع ابوك ومع محمد عبد السميع؟ بص يا مولانا، هم كانوا سبع سنين صعبين صح مفيش كلام، بس الحمد لله رب العالمين الخير قادم ان شاء الله، الخير قادم. فما تكسرش بقى مقاديفنا الله يبارك لك. ايامك اهو سبع سنين وخلاك تردد كلمه الخير قادم اللي هتفضل تقولها حتى على فراش الموت. لا وكمان هتحفظها لعيالك من بعدك زي ما جيل ناصر حفظها من قبلك لعياله واحفاده، ومحدش منهم شاف خير واديهم كلهم النهارده تحت التراب. اللي ما اتعلمش من التاريخ يبقى حلال عليه يعيده تاني بكل تفاصيله غبية يا عصام. اللي يظن في العسكر خير بعد سبع سنين ذل وإهانة ووعود فارغة يبقى يلبس في السبعة اللي بعدهم والجزمة في بقه يا عم الناس. اللي ما يعرفش ان انجازات المليارات اللي بيشوفها وفرحان بيها هتبقى بس لأصحاب المليارات، وان انجازات الغلابة هتفضل بس على قد الغلابة، يبقى بيضحك على نفسه وبيضللها يا كبير المنطقة. دي انجازات ميت غمر بلد الغلابة على صفحتهم الرسمية على فيسبوك، وهحط لك الرابط تحت الفيديو من يومين. شوف بس المسخرة بعينك واعرف حجمك في عيونهم كويس، عشان ما تجيش القرعة بعد كده تتباهى بشعر بنت اختها وتقول لي اصل كومباوندات وعاصمة مش بتاعتك يا عمي، مش هتشوفها يا سيدنا، مش هتعرض عليها يا اسكى اخوات حقيقتك ووقعك في الملف ده والله العظيم. تجاهله انت بقى براحة راحتك وقول عليا ما في الفوتيكا، بس هترجع برضو تعيش نفس الواقع ده وانت عارف في قرارة نفسك ان انا صح. ونقول كمان ناس بتطلع للفضاء وناس تقول قشطه ورضا، واحنا بندفع من جيوبنا للعساكر والقضاء ويقولوا لك تحيا مصر. تحيا مصر عشان تعيش يعني تاكل بس عيش، انما اكل العساكر لا مفيش كيلو فاكهه ما تلاقيش. فناس بتفطر جمبري وناس تدور في الزباله عشان تعشي عيالها عيش ويقولوا لك تحيا مصر. تحيا مصر للاكابر واولاد الناس التقيله اللي راكبين على المنابر والبقيه يشيلوا نيله. كلمه السر في كلامهم خلوا بالكم من الفقير، يعني اطحن في الفقير يعني افرم في الفقير، يعني ياللي سكنت فيلا نام وشخر على السرير، واحنا نشحت من الغلابة لاجل يابا تحيا مصر. تحيا مصر لما تهتم بغزية وتنسى عالم، لما خلت جيل بحاله مسخ يرقص على السلام، واما حتى برقت لك عم عز وعم عزمي وعم سالم يبقى فعلا تحيا مصر. اللي سرقوا الارض قالوا تحيا مصر، واللي هتكوا العرض قالوا تحيا مصر، اللي باعوا حدود بلدنا واللي جابوا اللي جلدنا، واللي قتلوا في سينا اطفالنا وولادنا كله قال لك تحيا مصر. ميت تحية، ميت تحية للي مص ودم شعب، ميت تحية للي حتى استعبدونا وعيشونا في عيشة كرب، ميت تحية للي فاكر نفسه سبع وديله باين انه كان، بس برضو عندنا مليون تحية للي قالوا لينا رب وبرضو قالوا تحيا مصر، برضو قالوا تحيا مصر. بس كده مؤمن.
سلام عليكم. عسكرنا وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التب سكليت مسخرون ومسخرون عسكرين مسكنون عسكرنا وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التب سكليت مسخرون ومسخرون.